إذن من جديد معنا الأخ المغدور دكتور الروائي علاء المجدوب. قاسم المجدوب، مرحبا بك، هل تسمعنا الآن؟ أهلا وسهلا بكم وقراءتكم الشريفة. حياك الله، عظم الله أجركم. لو تطلعنا بداية أكثر عن ملابسات الحادث وكيف تلقيتم هذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية شكرا لكم ولتابع هذه القناة الشريفة، وبارك الله بكم لمتابعة كل أراضي الشريف ما يحصل إليه. بالنتيجة أنه إحنا جانا الخبر بغدر دكتور وجينا لواقعة الحادث أمام البيت ولقينا أنه مطروح الأرض والدماء سائلة وما يقارب 13 طلقة عليه، وعن طريق الكاميرات يعني أحد الإخوان كاميرات المحال عرفنا أنه دراجة نارية عليها 3 أشخاص ملثمين. وبالنتيجة هاي القضية معروفة أنه القضية مو عشائرية أو عداء، أنه هؤلاء الناس مدعومين من أحزاب، أكيد هاي الأحزاب الموجودة عندنا، لأنه الدكتور كان ينقل معاناة وآهات وكل ما يصيب الشعب العراقي من أثر الفساد الموجود عند هؤلاء الأحزاب. هل تلقى المغدور هل تلقى المغدور تهديدات من قبل؟ لا يا أخي، لا، ما عندنا أي تهديد، ما عندنا أي قضية، لأنه الدكتور كان أصلا هو رجال كاتب وروائي وما عنده يعني أي احتكاك بالناس غير اتحاد الأدباء والفنانين، وكان على روايات كثيرة، كان أصلا هو متنفس للشباب، للمضطهدين، للمحرومين، كان ينقل صوتهم بطريقته الأدبية، كان يوصل أصواتهم معاناتهم عن طريق رواياته، عن طريق الانترنت، عن طريق كتاباته، بس كان ثمن انه حياته. وهذا مو اول دم ينزف من اجل العراق، يعني هو كان وطني جدا وكان محب للعراق بصورة عامة بدون تسميات، العراق فقط. وبالنتيجة ان شاء الله انه هذا الدم ما يروح بلاش، واحنا نقولهم ما راح توقفون. كل ناشط وادب أديب وروائي وكل الإخوان بالإعلاميين وأدباء ونشطاء إن شاء الله مستمرين في هذا العمل. نعم. طيب قاسم، هل تتهمون أي جهة معينة بارتكاب هذه الجريمة؟ أستاذنا العزيز، هي بالنتيجة سبق وأن قلت لك إنه هذول الناس كانوا مخططين ومرتبين، شو وقت انه يجي شو وقت يجي، بالنتيجه هم مدعومين من قبل احزاب، هاي الاحزاب اكيد داخليه. ولحد الان احنا يعني رجال الامن بقياده اللواء احمد الزويني رجل هذا الكربلائي الشريف انه متابعين ليل نهار مع رجال الجرائم مع الشعب ايضا، لان يعني هو كان المتنفس لهم، كلها قاعد تشتغل وتعمل من اجل انه القاء القبض على القتله. وإن شاء الله ينمسكون، إن شاء الله ينمسكون جهود شرفاء. طيب قاسم، ما الإجراءات التي تنوون اتخاذها بعد هذه الجريمة، لا سيما وأن السوابق تشير إلى حفظ جرائم استهداف الناشطين، ما الذي ستقومون به؟ والله أستاذنا العزيز، قبل ما يختارون الدكتور، إنه أنا كنت على مظاهرات كربلاء والناس أيضا تعرفني. بالنتيجة اللي يبدي يقدم للعراق لازم يحط إنه دمه بين إيديه، لأنه العراق لا يمكن أن ينصلح ولا يمكن أن يتقدم بدون الدماء، لأن هذا إحنا عندنا كمنهج في كربلاء إنه الحسين أعطى دمه من أجل حرية الإنسان وكرامة الإنسان والحب والتسامح بين الإنسان. فالدم لازم هاي الأرض ترتوي دم حتى العراق يرجع من جديد كعراق نظيف يمتلكه الشرفاء، المال بيد الشرفاء. نجدد عزانا لكم، أحسن عزاءكم وعظم أجركم. شكرا جزيلا لك قاسم المجدوب. أشكرك، بارك الله بك، أشكرك أمامكم وقناتكم، بارك الله بك، حياك الله، شكرا جزيلا.